اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. مساء الفل والسعاده. مساء الفل. ازي حضراتكم؟ ازي حضرتك؟ اخباركم ايه؟ تمام يا فندم. اتشرف بحضرتك. محمود اهلا وسهلا بيك. طيب جاي تعمل ايه يا حوده؟ جاي اعمل فاهيتا دجاج. ايه؟ فاهيتا دجاج. فاهيتا دجاج؟ اه. وايه وضعك في المطبخ يا حوده؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنعجب حضرتك. ان شاء الله. انت تحب المطبخ؟ طبعا. تطبخ في البيت؟ بدري جدا. طبيعه عملك حضرتك مهندس؟ مهندس زراعي. مظبوط كده؟ طيب. احنا نستفيد منك كتير. لا تحت امرك. ربنا يديك الصحه حبيبي. ربنا يعزك. الله يكرمك. كل يوم بتطبخ ولا وقت ما بتكون مزاجك رايق للطبخ؟ ممكن الاجازات، ممكن لو الاقي في وقت ان انا. انت ما اتجوزتش لسه؟ لا متجوز معايا ولد وبنت. اللهم صل على النبي. ما شاء الله السن صغير فعشان كده قلت يمكن شويه. ربنا يحميهم لك يا رب. الله يخليك. المدام اللي بتطبخ في البيت. حضرتك بتعمل ايه بقى؟ يعني ممكن تاكل ولا بتعيب؟ لا لا طبعا. انت بالراحه. طب ما تخافش والله. لا لا ايه ما بتخافش؟ المدام موجوده معاك ولا في البيت؟ لا في البيت. طب يعني بتفرج. تمام. احنا تمام والله ما تخافش. احنا مش هبوظ حاجه. ما تخافش. لا لا. طب قول لي اتفضل. هو ممكن اساعد. ممكن نحط تيستات. تزود تاتشات مش عارف ايه. حلو قوي. اولادك صغيرين ما شاء الله ربنا يحميهم لك. حد فيهم طلع لك في المطبخ ولا؟ انا عندي الاثنين بيساعدوا ما شاء الله. والله ما شاء الله ربنا يحميهم. اننا مثلا انا ومامتهم ممكن نتناقش في الاكل وكده. فهم بقى يتدخلوا بقى الموضوع. اصلا الاكل ده شيء اساسي. خلاص شايف. الله اكبر. لا بس مش للدرجه دي. احنا تمام. ربنا يديك الصحه حبيبي. الله يخليك. نورنا ومش الله يكرمك. بنور حضرتك استاذ تامر. مساء الفل. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. نورنا. بنور. ايه حكايتك في المطبخ؟ والله انا المطبخ حتى الان واخده هوايه. اوكي. انا دراستي انا بكالوريوس سياحه وفنادق. حلو. واشتغلت فتره في مجال الفنادق بس انا قسم ديبارتمنت صوت اداره فنادق. اوكي. انا واخدها هوايه من صغري. انا أي. من صغري كنت دايما يعني تحب المطبخ. بالظبط كده. حتى لما كبرت انا شايف شغلانتك حضرتك مالكش دعوه بالمطبخ خالص. لا ملهاش علاقه. صح بس لسه المطبخ في دمك بتحب. أي. المطبخ فعلا. طيب فعلا. او اتفضل. فعلا تمام. انا بحب البيت. مين اللي بيطبخ في البيت؟ في الغالب انا اللي بطبخ يعني عشان. طب المدام ايه؟ لا انا مش متزوج. اوكي. طب حلو قوي. بس انت بتطبخ البيت تاكل حد ولا انت بس تاكل نفسك؟ لا ساعات باكل حد اما اوكي ما بتيجي. طيب. فرصه يعني. حلو قوي. بس حضرتك بتحب تاكل اكلك؟ تحب اكل الشارع ولا البيت اكتر؟ ساعات بحب. طب معلش انا اسف عشان بس هم عايزين استنجل مسابقه. استنجل مسابقه اتفضلوا عشان بدا يطبخ وحضرتك تطبخ وندلع. طيب ماشي. اوكي. طيب استاذ تامر حضرتك هتعمل لنا ايه النهارده؟ انا هعمل سكالوب ميزون. سكالوب ميزون. ده انت بقى داخل بقى موضوع جامد بقى فرنساوي قوي بقى. أيوة. ميزون وبتاع صح؟ تمام. ايه الحكايه؟ والله الحكايه انا يعني الاكل عموما انا من ساعه ما والدتي الله يرحمها توفت. انت بتخبي ايه؟ استنى بس. لا انا بس اتلخبطت. لا الشغل اللي متلخبط ده ما بحبوش. تعالى بس اطلع فوق. في اتلخبطت. لا مفيش حاجه بجد والله. تمام. لخبط المكان انت كويس. لا تمام. احنا متفقين. احنا مفيش حاجه. في حاجه في حد هنا شغلك؟ لا لا انا الوحيد اللي بتكلم. تمام. وانتوا معاه ما تقلقوش. تمام. اتفضل يا استاذ تامر. بس فبقول لحضرتك من ساعه ما امي الله يرحمها توفت فدايما كنت بشوف يعني خالتي عليا الله يمسيها بالخير فهي دايما كانت انا متعلم الاكل منها. هي استاذه بقى. اوكي. في الاكل وكده. بس مش فرنساوي طبعا. لا في كل حاجه. بتعمل اكل فرنساوي. بتعمل اكل فرنساوي واكل شعبي ويعني الكشري ممكن احلى حاجه في الدنيا ممكن تاكلها في حياتك. ربنا يديها الصحه يا رب والعافيه يا رب. كلام جميل. وحضرتك بتحب المطبخ وبقت بقى وبدات بقى دخلت بقى كليه سياحه وفنادق طب ليه ما كملتش ده؟ كليه سياحه وفنادق واحد طلع عينه عشان يخرج منها. اتبهدلت قوي. حظي ما انا اشتغلت فتره. اشتغلت شيف او اشتغلت باداره المطار. اشتغلت لا اشتغلت ريسبشنست. اوكي. فرونت اوفيس وبتاع وسكه ثانيه خالص. فرونت اوفيس. تمام. فاشتغلت فتره وبعدين سبتها ودخلت في مجال تاني بقى. اوكي. لكن ما اشتغلتش في المطبخ. ما اشتغلتش في المطبخ. طب ليه؟ ده انت ممكن يكون هو ده اللي كان مستخبى عنك. حظ. لا مش حظ. جايز يعني جات من عند ربنا اللي انا اجي معاك بقى واغير ال يا سلام يا سلام يا سلام. حد عارف بكره في ايه؟ يا رب. ربنا يديك الصحة يا حبيبي منورنا ومشرفنا. بنورك. هواياتك الطبخ و دراسة. صح كده يا فندم؟ دراسة ايه؟ مطبخ؟ مطبخ. مطبخ. بتابع دايما الحاجات الجديده وال تحب تشوف الجديد والمطابخ الاجنبيه بالظبط كده. حلو قوي.